منورني ومشرفني يا مولانا. يا اهلا وسهلا بحضرتك، ايام طيبه علينا وعلى المصريين وعلى الامه الاسلاميه كلها بخير ان شاء الله رب العالمين. عايزه اتكلم مع حضرتك في حاجات يمكن بتتردد وبتعاد وبتزاد فيها، ما اعرفش خارجه منين، انا ما اعرفش مصدرها، لو اعرف والله افصح. يقول لك بلاش تحتفلوا بالمولد النبوي، وما كونكم اللي تحتفلوا ماشي، كونكم اللي تجيبوا حلاوه المولد. لا، هو احنا اخطانا، فرحنا فرح ليه ما ظهر، اسره بتروح تقف تجيب علبه حلاوه المولد، اجرموا ده دينهم وده نبيهم، لو مش هيفرحوا بيه يفرحوا بيه ايه؟ بس انا من الناس بتاخدها من المنطلق ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله القديم في ذاته الأحدية المنفرد بالإيجاد والإعدام، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا سيدنا محمد خير من اعتمر وصلى وصام. اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما كاملا على خير من ولد على ظهر الأرض وعلى خير من قبض إلى باطنها، فصل اللهم وسلم وبارك على من اشتمل اسمه الشريف على 4 أحرف هجائية، فالميم منه مراد الله أوجدنا، والحاء منه حياة الروح من عدمي، وميمه الوسطى قبل الدال تخبرنا بأنه الملك والملكوت كلهم، والدال دلت على أن الوجود له وأنه خير خلق الله كلهم. وبعد، هذه أسئلة كل عام تطرق مسامعنا والإجابة عليها قطعية، إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أول من احتفل بميلاده، ولكنه لم يحتفل سنويا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده أسبوعيا. صام النبي صلى الله عليه وسلم يومي الاثنين والخميس، ولما سئل عن لماذا تصوم يومي الاثنين والخميس فقال عن الاثنين: أما هذا فهو يوم ولدت فيه. كلام واضح، وضوح الشمس، ومحدش يقول لي احتفل ولا ما احتفلش، هذا يوم ولدت فيه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بميلاده يوم الاثنين، يوم الاثنين كل أسبوع. أما الصحابة كانوا يحتفلون ويحتفون برسول الله صلى الله عليه وسلم كلما رأوه، مش كل سنة، مش كل سنة، كل ما كان يشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتفي بيه ويحتفل بيه ويحتفل بمقدمه ويفرح بأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما مشى في الطريق كان صحابي ترتعد فرائسه ثم يقف قائما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم لي كما يقوم الأعاجم لملوكهم. والملاحظ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش لا تقوم لي، ولكن النبي قال لا تقوم لي كما يقوم الأعاجم لملوكهم، قيام تعظيم وعبادة، ولم يقل إنكم لا تقوم لي قيام احترام أو غيره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال للرجل هذا فجلس الرجل، ثم غاب النبي عنه يوما أو اثنين، وعند مرور النبي على نفس الرجل قام الرجل من فوره بعد أن ارتعدت فرائسه، فاقترب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: ألم آمرك ألا تقوم لي؟ فقال هذا الرجل: قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. سيدنا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام الاحتفال بيه لحظيا، الاحتفال بيه وقتيا، الاحتفال بيه كل ثانية
كل دقيقة كل ساعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإظهار المحبة للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شكر للنعمة، شكر للمنعم. طب أنا ليه قلت للنعمة وللمنعم؟ المنعم هو الله الذي أرسل إلينا رسول الله وهو أيضا نعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. فالرسول عليه الصلاة والسلام منا من الله ونعمة من الله. يجب إظهار المحبة، يجب إظهار المحبة بشتى الطرق. منا من يصلي على النبي، ومنا من يذكر الله ويشكر الله على أنه أرسل لنا النبي، ومنا من يقرأ القرآن لأنه جاء على لسان النبي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام احنا ما سمعناش سيدنا جبريل، سيدنا جبريل نزل بالقرآن سمعه لحضرة النبي، وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام سمعه للصحابة فكتبوه منه. وبعد ذلك يقولون إن الاحتفال بالنبي بدعة صلى الله عليه وسلم. إذا كان الاحتفال بالنبي بدعة فهو لكونه يوما في العام، عملناه يوم في العام، عشان كده احنا بنبتدع الاحتفال بالنبي مرة واحدة في السنة. ولكن يجب أن يكون الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم كلما سمعنا اسمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من البخيل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: البخيل من إذا ذكرت أمامه ولم يصلي عليه. طب هنا نيجي للحلاوة. لا، هات حلاوة واشتروها ووسعوا على العيال، وهاتولهم لحمة في يوم ولد النبي عليه الصلاة والسلام وأكلوهم. وعشان حتى لو الولاد سألوا هو في حاجة النهاردة ليه الحلاوة دي، نقول لهم دي مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ولما يسألوا من هو النبي نقول لهم: هو محمد وأحمد وياسين وطه ومحمود والمزمل والمدثر. هكذا يجب أن يعرف السادة، هكذا يجب أن يعرف السادة. وليس لنا سيد سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا سيدي يا رسول الله، تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الأول ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. ولا نجيب من العلبة اللي جبلينا دي. أيوة المية حلوة قوي والله، يحل دنياك ويخليك ويبارك فيك ويكفيك شر الطريق ويعود عليك بخير يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الأخوة المتبرعين للبير. فاحنا كنا بنجيب ماء من مسافة يعني بتاع نص كيلو أو كيلو بالأطفال اللي بيجيب في الجراك. بسم الله ما شاء الله المية حلوة، بسم الله ما شاء الله وفرتنا المية على عند البيت. نشكر القائمين على هذا المشروع. يشرب منه وإحنا طيبين يا رب العالمين. ندعي كل ما نشرب ندعيهم، ندعي لهم يجعل مزان حسناتهم يجعلهم في قرار الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيهم ويرحم الله والديهم ويجعل لهم في حسناتهم، وبارك الله فيهم فرحون الله يفرحهم دنيا واخرة، الله يرحمهم ويسمحهم. كل لأي إنسان شغال في الموضوع حرة الله يرحمه ويسامحه وبارك له فيه وبارك له ولده وفي رزقه وفي صحته. نحن طبعا كنا قاعدين نقول مية ونملى مية من بعيد، فربنا سبحانه الله وتعالى بعثتم لنا نتحتون بالمية اللي جبتها لنا، وربنا جعلها في ميزان حسنات وجزان كل خير وشكر المتبرع، ويا رب نجعلهم في ميزان حسنات. إن شاء الله يجعلهم من أهل الجنة اللي تبرح بالمية دي، ان شاء الله يوسع في رزقكم يجيبوا فهم الاخر الدنيا من قبل جيركم بجنيه، ده خير كتير. ان شاء الله يوسع في رزقكم ويجعلهم من سكان الجنة وعود عليكم اليوم بخير فيكم شر متخبوا بلا الدين. تعالى انا
وحضرتك نكون أكثر جراءة في حلقة اليوم ونتكلم عن حد معتاد يرتكب إثم، بيعمل ذنب، بيشوف مشاهد خليعة في الموبايل، بيعرف سيدات كتير، بيزعق لأمه وأبوه بصوت عالي، ممكن يدافع وليس الضرب المبرح ولكن بالضرب، هو كله ممنوع بس ولكن بيتمتد ايده على زوجته على امه على اخته، دي كلها ذنوب هو عايز يكفر عنها وعايز يبقى فيه برهان على ده. هل يتصدق؟ الذنوب نوعان، كبائر وصغائر. كبائر الذنوب معروفة، اللي هو الكبائر عدها الفقهاء 70 كبيرة، على رأسها الزنا والشرك والقتل والحاجات اللي هي وعقوق الوالدين الإصرار على الكبيرة شرك. يعني عندما يأتي رجل للصلاة، انت بتصليش ليه؟ يقول لك والله تعبان، اصلا انا باجي تعبان من الشغل، اصلا انا مش عارف ايه. لا، هذا الرجل نقول له لا صلي عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. انما لو احنا هو الرجل ده نفسه جه وقال صلاة ايه اللي انتوا بتتكلموا عليه، لا يوجد شيء في الاسلام اسمه صلاة، ما بصليش ومش مصلي، هذا الرجل يستتاب سلاسا وإلا فحكمه معروف في الفقه. صغائر الذنوب اللي هي الصغائر اللي احنا بنسميها مثلا صلى وما صلاش الركعتين السنة، مشي وهو ماشي في الشارع صلى وما صلاش الركعتين السنة، دي ذنب؟ طبعا. هو الاسلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ان هذا ذنب، ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تنفيذها، وعدم تنفيذها يعرض صاحبها لشيء. يمكن أول مرة حد يتكلم في الموضوع ده، إن من يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيتعرض للمساءلة يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيقف أمامه رسول الله ويسأله لماذا تركت سنتي، فيتساقط لحم الرجل من الكسوف خجلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله يطمن لك يا شيخ ابراهيم. يبقى هنا قلنا دي في الصغائر، الصغائر. طيب، طب انا عندي صغيره وتبت عنها وربنا سبحانه وتعالى كرمني، عاوز انا برهان بقى. الصدقه برهان. الناس اللي عملت صدقاتهم دي برهان؟ الصدقه برهان. كون ان انسان النهارده يسمع حضرتك او من ابراهيم الدسوقي وهو قاعد وبيقول البير ب 30,000 جنيه ويطلع 30,000 جنيه ويدفعهم لربنا لمؤسسة فعل الخير ويقولوا لهم انتوا مضمون، انا ضامنكوا، انا ضامنكوا، اعملوا لي يا عم تعالى عشان تحضر الافتتاح، انت الوكيل، وكيلك ربنا، هسألك في يوم القيامة لو انت قلت لي هنا ونجحت معايا هنا هتجيب لي وصل يوم القيامة زي ما قالت لي، هتجيب لي وصل يوم القيامة، هي كلمة، هتعمل بير فضل واعمل لي البير وانا مأمنكم. يبقى الصدقة برهان على قوة الايمان، على ان الانسان ايا ما كان بقى على قدم من التقوى وعلى قدم من الصلاح وعلى قدم من الزهد. المال فتنة، انما اموالكم واولادكم فتنة. كون ان انا اغلب نفسي واجيب المال ده واحطه لربنا عشان اسئل غلابة، شوف فرحة الولاد في التقرير وهم بيقولوا شكرا فاعل خير شافوا المية، لان الولاد دي هم اللي كانوا بيتعذبوا على ما المية تيجي، سواء كانت امهم خرجت تقعد ساعتين على ما تجيب جركن على دماغها، ابوهم مش موجود ممكن الولاد يتنهم عطشانين لحد ما حد يجي، لان بينهم وبين اقرب مية كان 2 و3 و4 كيلو. لما تيجي مؤسسة فاعل خير بخيركم انتوا، لما تيجي تقول لي خد الفلوس دي وروح اعمل بير للناس دول وانا اروح اعمل بير، انا خدت اجر وانت خدت اجر واللي حواليك كلهم خدوا الاجر وهم شربوا مية، طب انت هتاخد ايه؟ اسمع بشرى النبي صلى الله عليه وسلم عندما ناداك قال
من سقى مسلما على ظمأ رواه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. الله. تعالوا نطلع نشوف صداقتنا الجافين ونرجع ليكم مرة تانية، ابقوا معنا. اللي احنا شايفينه ده هوت بلد فيها 20,000 نسمة ما فيهاش مية، حتى مية الترمبات اللي يعني لا تصلح للاستخدام الأدمي إطلاقا، بتجيب أمراض. أول هام احنا عايزينه مية هنا في المنطقة بتاعتنا، ما عندناش مية. المية هنا أول ما تدور في الترمبات ما تنزل سودة زي الطين، ما نقدرش نشربها. فاحنا عايزين منكم بس شوية مية نضاف، لا أكتر ولا أقل. الله يصلح حال كل من قدم لنا بلعة مية نظيفة للعيال اللي شعرها ما يقع من كتر المية المالحة. نفسي أشرب مية حلوة، شعرنا نزل من المية الوحشة، وعيالنا تعبانة بالعرب. ما قد العيل 5 جنيه 3 جنيه ملال الكوبايتين 2 يجيبهم من عالجسر مش من هنا. يبقى احنا عايزين مياه نظيفه نشربها عشان المياه دي تعبتنا وعملت لنا مرض. الترمبه تعبتنا والعيال لما تغلبنا لما اقول لها روحي اسقيني. انا وليه كبيره ومن شمال حد يملالي. انا بقول لعزيز المشاهد اللي بيسمعنا دلوقتي، اعتبر ان دي امه. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه صلى الله عليه وسلم. البلد دي محتاجين فيها 20 بير النهاردة مش بكرة، النهاردة مش بكرة. مش معقول لا عيل صغير يجيله حيلة يدبر نفسه ويعمل عربية. انا عاوزك تبص بس بقلبك، يعمل عربية، ادي المية اللي بيملوا بيها، وادي عربية ماشية بعجل عيل صغير عشان يعملها. وتصور انا بحسبه هو اللي بيعملها بالحاجات المتخللات. اتى بيه امه قالت دي بتكلفنا 80 جنيه، كمان 80 جنيه. الله اكبر الله اكبر يا عباد الله. عاوزين مية مش عاوزين حاجة تانية. عايزة اشرب مية نظيف. فاحنا عايزين منكم بس شوية مية نضاف، لا اكتر ولا اقل. الله يصلح حال كل من قدم لنا بلعة مية نظيفة للعيال اللي شعرها ما يقع من كتر المية المالحة. بتقول لي عايزه بلعه ميه. هي بتقول انا عاوزه بلعه ميه، يعني نقطه ميه، يعني يعني نص كوبايه ميه تبل ريقها بس بميه نظيفه. كم اسره وكم وصه ميه وكم لحضرتك دول 30,000 بلد فيها 30,000 ما فيهاش ميه. احدى قرى محافظه المنيا لما كنا هناك وشفنا الموضوع بتاع ابار ولا وصلات؟ لا ابار، كلها ابار، البلد كلها عاوزه ابار. في المنطقة اللي احنا كنا فيها دي بقى واقفين فيها عاوزين 20 بير. وعدناهم الحقيقة، وعدناهم قلنا لهم شهر واحد هنكون عاملين لكم الأبار بتاعتكم. ويا رب سبحانه وتعالى ربنا ما يخذلناش، وربنا يجبر خاطرنا ويجبر خاطركم كمان يا اللي تسمعوا. الناس دول فعلا فعلا يعني هقول ايه، هقول انا ما روحتش قبل كده عند ناس زيهم. ما روحتش عند كده زي عند ناس زيهم. حتى المسجد اللي هم بيصلوا فيه، مسجد حضرتك لما تيجي تتمضمضي عشان تتوضي ما تستحمليش انك تتمضمضي. عملوا نفسهم الاطفال عربيات. وبصينا بقى قالوا انتوا مش عارفين البتاع. واحنا طالعين من الجامع لقينا بقى الحنفية اللي هي المجمعة اللي بعد 2-3 كيلو مدين لهم وقت، الجزء الفلاني ده ليه الوقت بيروح من 3-4 مثلا. بصينا لقينا العربيات دي كلها ماشية والعيال شادين بحبل عشان يروحوا يجيبوا. وان احنا قلنا بقى بيعملوها كده من الحاجات اللي هي البايظة عندهم. لقينا ان العربية دي بتكلف 80 جنيه عشان يجيبوا عليها مية، ويا ريتها تقعد شهر ولا شهرين، اسبوع واحد وتتكسر. لا اله الا الله، اسبوع واحد تتكسر. فاحنا يعني يجب ان يكون عندنا ضمير ايماني حي، يجب عندنا ان يكون عندنا عين تشوف وقلب يحس وايد تدفع. ما احنا مش هنسيب الناس دي كده، لازم نروح لهم ولازم نعمل لهم ان شاء الله الابار بتاعتهم. سعر البير هناك 30,000 جنيه، وطبعا ما احناش عاوزين هناك وصلات،
وعندهم طبعا اسقف او حاجه، بس انا عاوز هنا 20 بير الاول، عاوز اروح للناس دول وعاوزين نعمل لهم ابار، لانهم اقسم بالله في حاجه الى الماء اليوم وليس غدا. فيا بخته ويا سعده ويا هناه اللي شاف الولاد الصغيرين دول ويتصل ويقول ايوه في البلد دي، في البلد دي هنوقف كل حد، كل الحدث التانية، عشان اللي هيجيلنا التليفونات اللي هيجيلنا من النهاردة لحد يوم الاربع اللي جاي كلها هتبقى في البلد دي. وانا عشمي في ربنا سبحانه وتعالى كبير، وعشمي في جمهور حضرتك وجمهور تفاصيل، وعشمي في ربنا اكبر ان احنا ان شاء الله ننتهي من الابار دي في اسرع وقت. عايز اكلمك في امر طال، وصاحب هذا الامر تعب ويأس. الصبر بينتهي بينفذ، الواحد ساعات بيجي وقت عليه ويبقى مش قادر يكمل. عايز ايه يا احمد يا سامي؟ حاضر. مش قادر يكمل مع هم كده. انا عندي السادة يعني في الاعداد الافاضل لازم نهال تندمج يدخلوا نهال من فضلك. حاضر. فيتوه، اما بيتوه شفت بقى ويجي يقول لك نهال، ما هو لخبطت كلامي بتيجي من هنا وحروف بتيجي من هنا. بيتوه في الدنيا. الصبر لما بيخلص الانسان بيتاذي. فلما سألت كده يا شيخ إبراهيم قلت لا، ما الصبر ده لقيته بتشحن. أقسم لكم بالله. الله حلو. طبعا هم ما ردوا علي كلهم العلماء والأفاضل. قلت إيه ده، لما يجي الواحد بقى صبره ينفد يبقى هو اللي أثر في الشحن وليه أساليب بقى. صحيح. كلمني في ده وببساطة. استنى هنروح ونرجع ونستفيد في السؤال. يعني انا كنت بصبر على زوجي قوي، بقيت اتخنق واتضايق، صبرها نفد، محتاجه تشحن يا مدام. راجل كان صبر على اولاده، فيهم واحد مريض، فيهم واحد مغلبه، فيهم واحد، الصبر خلص، محتاج حضرته يشحن. هنرجع بقى لده، ابقوا معنا. انا دين ولادي ودين امتنا، وفي حميشة ما تطلع لنا من الشوق جديد، فما نحمد ربنا الحمد لله على كل شيء. خايف عليهم. دي مؤسسة فاعل خير اللي جات النهاردة لأهلك في المنيا. دول الألفين حالة اللي قلنا السهم الواحد بخمس تلاف جنيه في الحالة الواحدة. الحالة اللي قدامك دي حالة أم خايفة على أولادها. خايفة على أولادها ليه؟ خايفة على أولادها من الحشرات، خايفة على أولادها. دي نومة أولادها ودي النومة اللي هي بتنام عليها. انت فين؟ أكيد طبعا الحمد لله على كل شيء. احنا بنحمد ربنا برضو من كل يوم والله، ومن ساعة ما شفت الحنج ده أنا بقعد قبالهم هنا والله ما بنام، لأن تعبان طبعا مش عارفين نعمل ايه. فالحمد لله على كل شيء برضو. النهاردة لما مؤسسة فعل خير تجيب لك الخير لحدك، يبقى اعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى لا يريد بك في الحياة إلا الخير، لأن من ستر ستر ومن جبر جبر. الأم اللي خايفة على أولادها عندها هم في الحياة. طب لو زلت عنها الهم ربنا هيزيل عنك الهم، لأن أنت عندك هم وعندك تعب وعندك نصب وعندك حزن. من منا في الحياة بلا هم؟ من منا في الحياة بلا نصب؟ فاللي عايز ربنا يشيل عنه الهم ويشيل عنه النصب ويشيل عنه الأوجاع ويشيل عنه الأمراض يتواصل مع مؤسسة فعل خير. نفسي نركب مية، ونتعب لما نملى مية من تيجي على ساعات علينا بالليل مش بنلاقي مية، حقاش نروح نملى من اخر الدنيا هناك، بنتعب عقبال ما نروح نملاها. انا ديني مت ولادي وديني متنا، وفي حميشة ما تطلع لنا من الشوق دي، فما نحمد ربنا الحمد لله على كل شيء. خايفة عليهم. اتفضل اسمع. الصبر مفتاح الفرج. طبعا
عشان اصبر وربنا سبحانه وتعالى يشحن لي قوة الصبر بتاعتي لازم اكون معاه. لان انا لما اكون مع ربنا، ان تكن مع الله يكن ربي معك. خليك مع ربنا وربنا سبحانه وتعالى هيوسع الضيق وهيسر الكرب وهيشفي المريض وهيديك بعد العسر يسرا باذن الله رب العالمين. بس انت خليك مع الله سبحانه وتعالى. عندنا الناس اللي احنا شفناهم محتاجين في المنطقه دي 30 بير، يبقى اجمالي ما نطلب اليوم 50 بير في المنيا و50 زيهم في مطروح. مش هننسى ابدا ان احنا نتكلم ونقول ان البير ب 30,000 جنيه والسهم في السقف ب 5,000 جنيه، سهم في المسجد ب 5,000 جنيه، وصلت الميه ب 3,000 جنيه، وكمان مش هننسى ابدا حبايبنا واصحابنا الحاجة سعدية باكي عبد العزيز، المرحومة عباسة أحمد محمد محمود، حبيبي بقى وأخويا اللي ما شفتوش بس إن شاء الله أوعده إن أنا أروح له قريب قوي، الحاج محمد أيوب، وزوجته الحاجة نيفان أحمد يوسف. بتقول لي قول للأستاذة نهال اسمي نيفان أحمد يوسف. أهلا بيك يا نيفان. دي مصر الجديدة. أهلا بيك. كمان الدعاء للحاج صبحي رشواني وحرمه المرحومة الحاجة كميلة، مش جميلة، حاجة كميلة نيفان وكميلة، ايه الاسم الحلو دي؟ كميلة فاطمة سمان، والدعاء للحاجة عبد الرزاق سليمان رشواني وحرمه الحاجة هناء محمد، والدعاء لابنهم عبد الرحمن ربنا يوفقه في مشواره، امين يا رب العالمين. نورتني وشرفتني مولانا الشيخ ابراهيم الدسوقي، واشكرك على الدعاء الجميلة. يمكن انا كنت سعيدة بحلقة النهاردة جدا، حظي بقى النهاردة دايما في خير مع بعض. اللهم امين. بكده اكون وصلت لنهايه حلقتي النهارده، استنوني غدا في نفس الميعاد. كانت معكم نهال طايل في امان الله.